نهار الأربعاء 16 غشت 1972، وهو النهار اللي غيقوم فيه محمد أوفقير بالانقلاب على الملك الحسن الثاني. وفي اللحظة اللي هو كيعطي آخر التعليمات لليد اليمنى ديالو محمد أمقران، كانت فاطمة أوفقير كدوز العطلة ديالها في أحد المنتجعات بالشمال المغربي رفقة أبناء ديالها كاملين باستثناء ملكة اللي كانت هذاك النهار في الدار البيضاء. كتقول فاطمة أوفقير على أن هذاك النهار الصباح كانت في الحمام، ومنين رجعت ألقت الناس مجموعين قدام الإقامة ديالها، وكتسمع الناس كيوشوشوا بيناتهم شي حاجة وقع في الرباط، راه تقصفها طائرة الملك. امتلأ الصالون ديال فاطمة بزوار، كلهم كيتسناو الأخبار من الإذاعة. مازال ما معروف والو في الملك، شنو وقع ليه وشكون المدبر ديال الانقلاب. مع 8 ديال العشية الإذاعة الوطنية كتخرج بيان مقتضب كتقول فيه على أن الملك سالم ومعافى، وبدات كتخوى دار فاطمة من الناس. ومع 9 ديال الليل اتصل بها محمد أوفقير رضي طمأنها أولا كيف ما كتقول، وأكد لها على أن الأمور غادي ترجع نصاب ديالها. أي نصاب كيقصد؟ مع 8 ديال الصباح غادي يجي سائق محمد أوفقير وغادي يخبرها على أن الجنرال مات. ناضت بكل هدوء، جمعت حوايجها وغوتات على الموظفين ديالهم، بحيث غادي تغادر عائلة أوفقير في موكب صغير مكون من 4 ديال السيارات فيها ولد أوفقير وأصدقائهم والموظفين. وصلت للرباط ألقت مجموعة صغيرة ديال الناس كيتسناوهم. الحدود هاد الساعة كتقول لأنها مازال ما عرفت شنو وقع. حتى العشية عاد غادي تعرف على أن طائرة الملك وهي جاية من فرنسا اعتارضها سرب من طائرات F5 من القوات الجوية المغربية بقيادة الكولونيل محمد أمقران. هاد الكولونيل اللي الله تلاقت معه شارلي فات بفرنسا، وهو اللي غادي يعترف عليها أمام المحكمة فيما بعد. الغريب في كتاب فاطمة أوفقير حدائق الملك هو أنها كتدافع بشراسة على محمد أوفقير، بل أنها كتبرر موقفه وكتقول على أنه ما كانش في نيته يقيم نظام عسكري، وإنما أبغى يدير مجلس وصايا. ولكن الحقيقة هادشي ما عمره ما كان غادي يكون. بكل بساطة لحقاش كان غادي يخاف من الانتقام منه، وما كان غادي يرحم حتى واحد. وطبعا ما كانش اللي ندم على رحيل محمد أوفقير من غير فاطمة الشنة حب حياته. كتقول فاطمة على أنها كيرعبها النظام العسكري رغم أنها كبرات في تكنة عسكرية. وطبعا هذا الرعب كان غادي يتبدد لو كان زوجها رجل قوي في البلاد، واللي كان غادي يذوق من ويلات الانقلاب هو الشعب. والأمثلة كثيرة على وحشية الأنظمة العسكرية واللي ما كان حتى مثال ناجح فيها عبر التاريخ كله. وصلنا عشان الجنرال محمد أوفقير للمنزل، طلت عليه فاطمة أوفقير في نظرة وداع غادي تلقى فيه مجموعة طلقات استنجات منها لأنه ما ماتش منتحر. إلا أن رواية الملك حول تفسيره الوفاة محمد أوفقير أو بالأحرى انتحاره كانت منطقية بالفلسفة اللي شرح بها علاش أوفقير انتحر. كيقول الملك الحسن الثاني في كتابه ذاكرة ملك، أنا كنعرف محمد أوفقير مزيان، الرجل اللي كان كيقدم راسه على أنه أوفى الأوفياء وأخلص المخلصين، راه ما كانش غادي يقبل على راسه على أنه يتحاكم من قبل أصحابه الجنود وقدام المحكمة العسكرية باش في الأخير يتساق بعد ما يتم التجريد دياله من الرتبة العسكرية الحبل المشنقة. راه أوفقير ما كانش شخص يتحمل حاجة بحال هادي. حقيقة تفسير منطقي بالنسبة لي، خصوصا أنه ما كانش غيكون شي انتقام أكبر من أن أوفقير يوقف على عمود الإعدام في مشهد موديل، حتى أنه كان غادي يبقى للتاريخ كنهاية ما كانوش كيحلموا بها كل من ضاق من سادية محمد أوفقير. أبدأت التحقيقات مع فاطمة، والسؤال المحوري كان هو علاش لقيتي مع محمد أمقران في فرنسا؟ غادي تجاوب على أنها مشيت عنده تزوره حيت زوجها أوفقير أطلب منها تزوره حيت كان مريض، وتلقات كذلك مع الكولونيل لوباريس اللي كان باقي كيتعالج من الجرح ديال الرصاصة اللي تسبب ليه فيها محمد عبابو. وغتقول كذلك على أنني من مشيت عنده سلمت عليه بقيت حانية راسي حيت كنت حشمانة نبقى مع واحد ما كنعرفوش. على كل حال دخلت عائلة أوفقير تحت الإقامة الجبرية لمدة 4 شهور قبل ما يدخل عندها مدير الشرطة اللي غيقول لها
على انها عندها جوج ديال الساعات باش تجمع حوايج ديال الصيف والبرد وغادي يتم نقلهم في السياره على الوجهه الاولى ديالهم نحو الاقامه الجبريه الى صح القول. كتقول فاطمه على انها في كل لحظه من هاد اللحظات كان الرعب كيسري في العروق ديالها، لحقاش كان عندها اعتقاد على انه في اي لحظه غادي يبداو افراد الشرطه في اطلاق النار عليهم. هنا غادي يصرح ليهم مدير الشرطه على انه جلاله الملك كيسمح لكم انت وولادك على انك تصطحبي معاك جوج ديال الناس اخرين. وهنا الى حللنا هذا الكلام وحطينا حدا الفقره اللي تكلم فيها الملك في كتابه ذاكره ملك لما سولوا الصحفي إيريك لوران على عائله أوفقير والظروف القاسيه اللي تسجنوا فيها، غيقول الملك على انه نعم كانت الظروف قاسيه، انا اعطيت هذه المهمه لشخص ما يمكنش لي نذكر الاسم ديالو لحقاش هو الان في الرفيق الاعلى وهو ما اكتارتش الامرهم، وانا حسيت بالحزن العميق لهذا الشيء اللي وقع. على اي يمكن لحدود هذه اللحظه كانت الامور غاديه في نفس السياق. المهم غادي تتلفت فاطمه في جنبها غادي تبان ليها بنت عمها عاشوره وغادي تقول لها واش تمشي معانا. جاوبتها بعد لحظه ديال التردد، خاصني نمشي للقنيطة أولا باش نجيب حوايجي. جاوبتها فاطمة غير أجي حوايجك غادي يوصلوا عليك. أما بخصوص أخت المربية ديال عبد اللطيف غادي تدخل من تلقاء نفسها وغادي تقول لها أنا بغيت نمشي معاكم. غادي تقول لها فاطمة رحنا ما غاديينش للشاطئ، رحنا ما عارفينش فين غاديين. غادي تقول لها اللي وقع لكم أنا معاكم. غادي تركب فاطمة مع أولادها الستة أصغرهم عنده 3 سنين ورافقتهم كل من عاشورة وحليمة السيارة الكبيرة كانت كحلة كتسناهم على برا. على دروب الوعرة تأرجحت السيارات وهي تتقدم ببطء، ونحو الساعة 11 ليلا وقفت القافلة في عتمة الكتبان الصحراوية القفراء. أنزلنا حراسنا من العربات ووضعونا صفا أمام أضواء مصابيحها وصوبوا نحونا رشاشاتهم. قرقعات خافتة مروعة، الأزندة تصلى، ثم لحظة صمت رهيب توقعت أن تليه لعلعة الرصاص ووميض نارها في الليل البهيم. إنها النهاية. 30 ساعة ديال الطريق بحيث أنه تم نقلهم للجنوب المغربي وبالضبط لمدينة آصر. فواحة صغيرة كتقول فاطمة هيئوا لهم قشلة مهجورة، دار ديال الطوب داير به الصور كيتالف من جوج ديال الغرف وبهو هذا المسكن البدائي هو السجن ديالهم ابتداء من اليوم. وهكا منين جبدات فاطمه حوايجها اللي كلهم ماركات مشهوره من باريس ولندن وشافت في المكان اللي غتعيش فيه عرفات عمق الهاويه اللي طاحت فيها. على كل حال غيستمر سجنهم في هذا المكان لمده طويله، غادي يكون ملحق الاولاد الصغار باش يتمشوا حتى القريه الواحه. أما فاطمة وبناتها ملكة ومريم فكان ممنوع عليهم يمشيوا للواحة، كان مسموح لهم يتمشوا في جهة الصحراء. كانوا الناس ديال هاد الواحة منين كيتلاقاو الأولاد كيعطيوهم بعض السيصان أو الفلالس والبيض البلدي والتمر والشاي واللوز تعبيرا على ترحيبهم بهم ومودة لهم. غادي يخلقوا واحد البرنامج يومي ركزت فيه فاطمة على تعليم الأبناء ديالها، بحيث انهم كانوا كيطلبوا توفير الكتب والمجلات اكثر من طلبهم للاكل. غادي يحاولوا يركزوا على استمرارهم في التعليم الغير نظامي اللي قدرنا نسميوه. افكر احيانا في اخذ القلم واكتب واترك شهاده مباشره، اسجل مذكرات كل يوم بيومه، ولكن ماذا اروي؟ ايامنا تمر متماثله مبتدله في اطرادها المتكرر، انها الصفحه ذاتها دائما، الأسابيع والأشهر تختلط، أستيقظ دائما في الوقت نفسه ويصل حراسنا دائما في اللحظة ذاتها، ونخرج إلى فناء المنزل في ساعة محددة ونعود منه في ساعة محددة أخرى، نقدم دائما إلى سجانين الطلبات نفسها ونقابل دائما بالرفض نفسه. إذن هكا كانت حياة عائلة أفقير في نفس الرتابة اليومية، الأيام كتشابه عندهم بحال اليوم بحال غدا بحال البارح، الروتين هو عنوان الفترة. كانت فاطمة في كتابة حدائق الملك دائما ما كتوجه أصبع الاتهام مباشرة للجنرال مولاي حفيد العلوي باعتباره
هو المسؤول الأول على معاناتهم. لحقاش كظن على أنه كان كينتقم انتقام شخصي من عائلة أوفقير، ولا أنه كانت عنده عداوة شخصية معها، ودابا سنحات له الفرصة على أنه ينتقم منها شر انتقام. كتقول فاطمة على أنه منين كان الملك يتردد وكيبان عليه على أنه على استعداد باش يحررنا، كان العلاوي كينتفض وكيقول ليه: حسنا يا مولاي، ما عليك إلا أن تصفح عنهم، وإذا تمكنوا منك في مرة قادمة ونجحوا في مسعاهم فلن يشفقوا عليك ولا على أبنائك. في 7 نوفمبر 1973 غادي يتم ترحيل ديالهم على واحد المنزل صغير قريب من ورزازات، ملاصق مع واحد القصر قديم كان في حوزة التهامي القلاوي. هذا القصر اللي ولا مخرب من بعد ما تهمل مدة طويلة وتهجر. غادي يقضيوا 3 سنين و3 شهر في هذاك السجن. كان الأمير مولاي عبد الله كيرسل ليهم دائما صناديق من الكتب والمجلات بانتظام. كتقول فاطمة على أن الأمير مولاي عبد الله منساش الصداقة اللي كانت بيناتهم. بفضل الكتب المرسلة من ذلك الأمير الشهم الذي لم يحقد على عائلة أوفقير رغم أنه كان في الطائرة التي أمطرت بالرصاص، تمكن عبد اللطيف من القراءة بإتقان وهو في 4.5 من عمره، إنه في مدرسة جيدة. بعد مدة غادي تبدأ فاطمة تحس بأن الحياة صعبت عليهم، خصوصا أن الحصة التموينية بدأت كتنقص عندهم. وبخصوص هذه المسألة كتحملها فاطمة مرة أخرى للجنرال مولاي حفيد العلوي، وكتقول على أنه اختل جزء كبير من المبالغ اللي كانت مخصصة للتموين ديالهم. وهكا غادي تبدأ فكرة الهروب تسيطر على عقل فاطمة. غادي يشوفوا غادي يلقاو على أن البناية مكونة فقط من الطوب اللي هو عبارة على التراب مخلط مع التبن والماء، أي أنه سهل بزاف اختراقهم لهاد الصور. ولكن دابا كيكتفيو غير بحفرة اللي كتخليهم يدوزوا من المنزل ديالهم القصر ديال القلاوي المخرب، واللي بدوره ضاير عليه صور كبير كيبلغ 30 متر. غيفكر رؤوف على أنهم يعبروا هاد الصور بقنب يصنعوها من القصب، ولكن فاطمة خافت من هاد المغامرة. لحقاش إلا طاح شي واحد من هاد المسافة ممكن أنه يموت فيها. وهي كتحاول تطلع على هاد البلاصة غادي يبان ليها واحد الباب صغير مخبي اللي استنجات منه على أن هذا معبر سري للقصر، غادي يمكنك من أنك تعبر منه نحو الخارج. غوتت على أبنائها بشغف وغتقول لهم على أنه خاصنا نشوفوا شي طريقة باش نعبروا لجهة الباب. وفعلا وصلوا للباب السري، خوات على جناب الماء باش ارتبطين اللي داير به ورجعوا في حالهم أجل العملية لغدا. والنهار اللي غادي ينفذوا فيه العملية غادي يجيوا الحراس وغادي يطلبوا منهم على أنهم يجمعوا حوايجهم. لحقاش غادي يتم ترحيل ديالهم لسجن آخر، غادي يدخل الضابط المكلف بهذه المهمة وغادي يقول فاطمة على أنها تجيب وحدة رفقة أصغر أبنائها، وبعدها يجي رؤوف ومن مراهم كل من مالكة والصغيرتان مريم فحليمة وعاشورة. غادي يمشي رؤوف عند الضابط وغيحاول يتفاوض معه وغيقول ليه على أنه ما يقدرش يتخلى على الأم دياله ولا أنه غيرافقها فين ما مشات. غادي يجاوبوا الضابط بأدب جم: كان وعدكم على أنكم ما غاديش تنفصلوا على بعضياتكم، راه غير في الرحلة ديالكم نحو الرباط وراه ممكن يتم الإفراج عليكم. صعدت فاطمة للشاحنة ورفقت ابنها الأصغر عبد اللطيف وانطلقت الشاحنات في 20 فبراير 1977، وكان هذيك الساعة عيد العرش. غادي يوصلوا أخيرا للمقر ديالهم الجديد اللي غيكون هو بير جديد اللي كيبعد حوالي 40 كيلومتر على الدار البيضاء. وهنا فين غادي تحس فاطمة على أنها فعلا في سجن. غادي يكون السجن ديالهم عبارة على منزل قديم من أيام الاستعمار، غادي يكونوا البيوت ديالو عبارة على زنازن. غادي يدخلوا فاطمة وعبد اللطيف زنزانة وحليمة وعاشورة في زنزانة، وكل من مالكة ومريم ومرية وسكينة في زنازن ملاصقة مع بعضها البعض. أما رؤوف ففي زنزانة بوحده. وهنا غادي يدوزوا 10 سنين اللي كانت أقصى السنوات في حياتهم السجنية وحياتهم بصفة عامة. والألم بالنسبة لفاطمة وأبنائها ما كانش في السجن بحد ذاته، وإنما فراقهم على بعضهم البعض، بحيث أنهم في الأول كانوا مواسين مع بعضياتهم، أما دابا تم تفريق ديالهم، وبالتالي ولا كل واحد في مواجهة مشاكله وعقده النفسية.
غادي تقلص المبلغ اللي كان في الاول 2500 درهم في سجنهم الاول في قاصة ل 700 درهم في بير جديد، واللي كتهم فيه فاطمة مولاي حفيد العلوي على انه هو اللي كان كياخذ ليهم من فلوسهم. على كل حال مع قلة المعونة ومع قلة المؤونة غادي تبقى عندهم وجبة واحدة في النهار كامل. كتقول فاطمة على ان المعدة ديالهم ولات صغيرة لدرجة وجبة واحدة ولات في النهار كتكفيهم ولات كتشبعهم، وكاس ديال الماء ولا كيملأ البطون ديالهم. بقاو عايشين على امل واحد هو الافراج عليهم شي نهار. سنة 1986 غادي يظهر تحسن ملحوظ في المعاملة والحصة الغذائية، شي اللي غيجعل فاطمة تتيقن على ان الافراج غادي يكون قريب. ولكن مع توالي الشهور بدا هاد الامل كيخفت، وهكا غادي يبقى يبان ليهم الامل الوحيد اللي بقى هو الفرار من السجن. غتقتسم هاد الفكرة مع الجميع، غادي يوافقوا الابناء عليها وغادي يبداو يفكروا في خطة للهروب. لكن قبل من هاد العملية غادي يتم عزلهم على بعضهم البعض مرة اخرى من يحسوا بهم الحراس على انهم كيحاولوا يقوموا بعملية فرار. غادي تعلن كل من فاطمة ورؤوف وملكة وسكينة وماريا على اضرابهم على الطعام. غادي يدوم الاضراب 43 يوم ولكن بدون نتيجة. غادي يرجعوا لخطة الهروب ويفكروا في خطة جهنمية، وهي حفر نفق تحت الارض. غادي يوفروا اولا بعض القطع الحديدية باش يستعملوها كفؤوس، خدوها من الشراجم، واستعملوا كذلك الملاعق والسكاكين، اي حاجة ممكن انها تهبش في التراب فهي عندها قيمة دابا. ولكن غادي يبقى عندهم مشكل كبير، فين غادي يخبيوا التراب والحشر اللي غادي يجبدوا من تحت الارض؟ غادي يلقاو فكرة اخرى كانت عبقرية، هي انه فوق السقف ديال فاطمة كانت واحد الفتحة مسدودة كتوصل لواحد السقف خاوي فوقهم. غادي يطلع رؤوف فوق ظهر الام ديالو وغادي يفتح جناب ديال الياجور وغادي يدير فتحة قابلة على ان تقفل وتفتح. على كل حال غادي تبدا كل من مليكة ورؤوف وماريا ومريم وسكينة عملية حفر النفق، وغادي يتكلف رؤوف وفاطمة بنقل التراب والحجارة في السراويل ديالهم، تم استخدامها كخناشي لحمل اطنان من التراب والحجارة للسقف. كتستمر العملية طوال الليل تحت الضوء ديال الفتيلة اللي صنعتها فاطمة من توب محطوط في طاس ديال السردين المغمور بالماء والزيت اللي كيسمح ليه باش يعمل نفس دور ديال الشمعة. مع الفجر كيتم الترتيب ديال كل شيء وكيولي المكان كما لو ان ما فيه حتى حاجة. غادي يكون المنبه ديالهم هو واحد الحمار اللي كان ديما كيعلمهم بساعة الانتهاء اللي كانت هي الربعة ديال الليل. كان هاد الحمار كينهق مع الربعة بالضبط كما لو انه منبه. على كل حال غتستمر عملية الحفر لمدة 3 شهر وجهت ساعة الصفر. غادي يبان شعاع صغير داخل من نهاية النفق، اخر سنتيمترات ديالهم نحو الحرية. سيكون الهاربون اربعة، ملكة ومريا ورؤوف وعبد اللطيف. انها مجازفة بهذا العدد الكبير، اما محاولة هرب التسعة فمصيرها الفشل المحقق. هز عبد اللطيف معاه مسدس مزيف للتمويه وملك الابزار باش تضلل الكلاب. كانت الانطلاقه مساء نهار الاحد 19 ابريل 1987. هز عبد اللطيف معاه مسدس مزيف للتمويه وملك الابزار باش تضلل الكلاب. وغادي يهربوا بطريقه دراميه من السجن. غادي ترجع سكينه اللي تبقات معاهم في الاخير على انها خاص تبقى باش تحيد كاع الدلائل اللي كتشير لطريقه الهروب، باش تشغلهم اكثر وقت ممكن وما يعرفوش على ان الاخوه ديالها هربوا. وفعلا خفات بكل اتقان النفق والادوات المستعمله. غادي يجيو الحراس في الصباح غادي يبداو عمليه التفتيش، ما غاديش يلاحظوا على ان البنات اختفوا حيت صابوا واحد الدومه من الحوايج وغطوها في بلايصهم بحيث كيبانوا كما لو انهم ناعسين. غادي يرجعوا عند فاطمه غيسولوها على عبد اللطيف، غتقول لهم على انه في المرحاض. من بعد ما غادي يسترسلوا معاها في الحديث في انتظار عاشورة تجي باش يسدوا الباب، غادي تقول لهم فاطمه راه الاولاد هربوا وانا اسف على العقاب اللي غادي يوقع لكم. غادي يتصدموا الحراس وغادي يمشيو بجري لغرفه رؤوف، ما غاديش يلقاوه. غادي يدوزوا لغرفه مريم وماريا وسكينه، ما غيلقاوهمش. داخل الحراس ولو كيدوروا في جنباتهم كيدخلوا للغرف وكيوليو يخرجوا مره اخرى وكيوليو يدخلوا ليها مره اخرى. في هاد الاثناء خرجوا الابناء للشانطي، غادي يتم نقلهم من طرف سائق شاحنه حتى للدار البيضاء. غادي ياخذوا تاكسي وغادي يبداو يدوروا على المعارف القدام ديالهم.
كاين منهم اللي جرى عليهم وكاين اللي عاملهم بلطف بحال دكتور الرافعي اللي استقبلهم ورحب بهم ووصلهم للوجهه ديالهم اللي بغاو يمشيو ليها. كتقول فاطمه على انها الطبيب غادي يخصوا الملك بمركز عضو في المجلس الدستوري واللي خصو بهذا المنصب منوها بمزاياه الانسانيه. وصلت الاخبار لكبار المسؤولين المكلفين بهذه القضيه، ومع الظهر كتنزل مروحيه في ساحه السجن. غادي تبدا عمليه البحث الكبرى بالكلاب اللي غتختفي اثر الابناء في الحقول المجاوره لكن بدون جدوى. عرفته في الحال رغم انني لم اره منذ 15 سنه، انه الجنرال حسني بن سليمان قائد الشرطه العام. ما كدت المحه حتى هرع الجنود ووضعوا عصابه سوداء على عيني. ادركت تماما لماذا لم يريد بن سليمان ان اتعرف عليه. عرفناه صديقا في السابق، وانا متاكده من انه قد تالم لرؤيتي في تلك الظروف الشاقه. غادي تسترسل فاطمه في سرد لقائها مع حسني بن سليمان، وكتقول على انه قال لها: الحاجه قولي لينا فين مشاو الاولاد. من بعد ما غادي تحتج على ان ابنائها ما عندهم حتى شي ذنب في هذا الشيء. غادي تقول لها: على كل حال راه ممكن يكونوا توجهوا نحو الجزائر. غادي يبدا البحث والمطارده في اتجاه الشرق، وغادي يبقى التحقيق مستمر مع سكينه. وهنا غادي يوقع واحد الحدث طريف وغريب في نفس الوقت. في اللحظات اللي كان المحقق يستجوب سكينه غادي يسولها: كيفاش كنتو كتساليو عمليه الحفر مع الفجر؟ انتوما ما عندكمش الساعه. غتجاوبو سكينه: كان الحمار كورنيليوس كينهق مع 4 ديال الصباح، هو اللي كان كيعلمنا. غادي يتوتر المحقق وغيصيح بغضب: واش انت كتصحابينا حماق ولا مكلخين؟ واش هادشي اللي كتقولي غيتيقو شي واحد؟ حمار غادي ينبهكم كل نهار مع 4. وفي نفس اللحظه كيتسمع نهيق الحمار كورنيليوس، كيشوف المحقق في الساعه فاذا بها 4 ديال الصباح. غادي يبداو يشوفوا الحراس في بعضياتهم باستغراب كبير، كما لو انهم كيقولوا على ان هاد العائله مسكونه. غادي يتم ترحيلهم المفوضيه بن شريف، وغادي تتسمر تحقيقات كلها كتصب في اتجاه واحد: فين مشاو الاولاد؟ والجواب واحد: ما عرفتش. وفعلا فاطمه بدات كتخاف، لحقاش 48 ساعه دابا وما بان ليهم حتى شي اثر. بعد وصولهم للرباط غادي يتوجهوا في اتجاه الشمال في اتجاه طنجه، بعد ما فشلوا في طلب اللجوء في كل من قنصليات فرنسا والولايات المتحده الامريكيه والسويد. بعد وصولهم لطنجه غادي يشدوا طاكسي صغير، وهما في اتجاههم الفندق احد الاصدقاء ديالهم القدام غادي يوقفهم باراج ديال البوليس. غادي يتقدم شرطي، غادي يتفحص الركاب اللي كان جاري البحث عليهم، 2 بنات وجوج ولاد، واحد فيهم نسخه طبق الاصل من محمد أفقير. غادي يتمعن فيهم مزيان، وفي الاخير غادي يتراجع وغادي يخلي السياره تمر في مشهد لوز بقى بالنسبه لفاطمه وابنائها. وصلوا للفندق اللي كانوا متوجهين ليه، غادي يهزوا التليفون وغادي يتواصلوا بإذاعة فرنسا الدولية في باريس. غادي يتواصل معهم مدير التحرير اللي غادي يقبل بتقديم المساعدة ليهم، بحيث غادي يتواصل مع الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتيرون، اللي بالصدفة هذاك النهار غادي يكون جاي للمغرب. غادي يطلب منهم الصحفي بإذاعة فرنسا الدولية على أنهم يتواصلوا بالمحامي اللي غادي يجي عندهم. وبينما هما كينتظروه كتدخل قوة الأمن المطعم الفندق، غادي يعتقلوهم مرة أخرى وغادي يقودوهم تحت الحراسة للمدينة، وغادي يشريو ليهم ملابس مناسبة وأحذية باش يبانوا في صورة جيدة. لحقاش دابا يمكن الأمور غتولي أحسن، وكاين شي حاجة في الخفاء بعد زيارة ميتيرون. وهكا غيلتقيو الأولاد الفارين بالأم ديالهم مرة أخرى في مفوضية بن شريف اللي غادي يقضيو فيها شهرين أخرى قبل ما يتم تحديد الإقامة ديالهم أخيرا في مراكش في شهر يوليو من سنة 1987، بحيث غادي يقضيو 4 سنوات كانت أفضل السنوات اللي دوزو في الأسر: فيلا كبيرة بحمام وحوض سباحة وغرف مريحة وجوج ديال الصالات كبار والحديقة الواسعة. لكن حتى واحد ما عارف شكون في هاد الفيلا اللي داير عليها الصور والحراس مسلحين حاضينها، أي أنهم تحت الإقامة الجبرية. أبقاو على هاد الحال حتى 26 فبراير 1991، فين غادي يتم إطلاق سراحهم أخيرا. بعد قضاء بضع سنوات في المغرب
غادي يتم السماح لهم اخذ جوازات السفر ديالهم بحيث غادي يعيشوا في باريس، في حين غادي تقرر فاطمة الرجوع لارض الوطن سنة 2003 وتستقبل المغرب نهائيا. يوم الاحد 15 ديسمبر 2013 غادي تلفظ فاطمة اخر انفاسها بعد حياة درامية بكل ما كتحمل الكلمة من معنى عن عمر يناهز 78 سنة. كانت هذه قصة حياة فاطمة الشنة من البداية للنهاية.